بجدد التحية بحضراتكم، بينضم لي في هذه اللحظات في الاستوديو استاذ هيثم نبيل مدير موقع يلا كورة. استاذ هيثم مرحب بيك. اهلا وسهلا، ازيك يا امير؟ الحمد لله كله تمام الحمد خلينا لله. سريعا نروح غينيا وناخد زميلنا المتألق كريم احمد المرافق لبعثة النادي الاهلي في غينيا. يا كيمو مساء الفل عليك يا كيمو. مساء الفل عليك زميلي امير، وتحيه طبعا استاذ هيثم نبيل وكل مشاهديك. الامور صعبه هنا يا امير طبعا، المطر طمنا صعبه جدا، لكن بنتمنى كده ان شاء الله النادي الاهلي يكون موفق باذن الله في المباراه باذن الله. طب كلمني يا كريم، انتوا دلوقتي متواجدين طبعا مران ابتدى خلاص النادي الاهلي المران الاخير والرئيسي صح؟ بالظبط، احنا على الملعب الرئيسي الملعب 28 سبتمبر، لكن هو قريب شويه من فندق الاقامه 25 دقيقه. لسه النهارده يعتبر المران الاخير والرئيسي لفريق النادي الاهلي، لكن الامطار عامله ازمه كبيره جدا النهارده، يمكن انتظر شويه. كابتن يوسف كان مقرر ان التدريب يبدا الساعه 4، انتظر شويه حتى الامطار تهدى شويه، لكن حتى هذه اللحظه الامطار بتنزل بغزاره جدا. الملعب نجيله طبيعي زي ما احنا شفنا، لكن هيبقى في ازمه كبيره جدا. النجيل هنا مش مهيئه والاستاد مش مهيئ ان هو يبقى في اي تفريغ زي المياه. بنتمنى الامر ده ما يبقاش في اي اعطل لفريق النادي الاهلي، والنهارده ان شاء الله نتمنى ان هم يستفيدوا بشكل كبير من الجرعه التدريبيه، ما يبقاش في اي انقباض. نحاول ان هو طبعا مستشفى الكابتن يوسف ونكمل المطلوب ان شاء الله في التدريب النهارده جميعا. طيب ارضيه الملعب انت اكيد شفتها يا كريم، طمني على الارضيه نفسها بغض النظر عن الامطار، الارضيه نفسها جيده يعني ينفع ان هي تستضيف في مباراه بحجم مباراه الاهلي وحريه كوناكري الغيني في دور ربع نهائي من دوري ابطال افريقيا؟ بالنسبه للشكل العام او الشكل الظهيري للملعب، الملعب شكل الظهيري هنا جماهير ملعب مقبول، لكن لو نزلت على ارض الملعب لا، في مناطق في الملعب ناحيه اليمين يعني ناحيه حراسه المرمى هتسبب ازمه شويه، هتسبب امر مقلق شويه للاعيبه النادي الاهلي بلغه الكره، يعني ممكن يكون فرق مياه في الملعب يعني، لكن بشكل عام الملعب شكل الظهيري يعني نقدر نقول مقبول، لكن على ارض الواقع لا، ممكن يبقى في اعاقه. احنا عارفين طبعا النادي الاهلي متعود على الامور دي، متعود على كل الاجواء الكبيره دي، الامطار والحر والرطوبه والامور الكبيره دي، لكن ماتش طويل وماتش مهم، وفي حريه كوناكري كمان للمرحله دي فريق محترم، حتى في اتحاد الكابتن يوسف في الفتره النهارده كانت في المطار او في الاجتماع الفني، لا يعني فريق محترم عنده طموح عنده روح يقدر يعود متاخر بهدف ولا حاجه، لا عنده اصرار كمان. النادي الاهلي زي ما احنا عارفين طبعا هدفه هو الوصول والحصول على الثلاث نقاط والوصول ان شاء الله في اخر المطاف البطوله الافريقيه. الاجواء هنا ماشيه بشكل منظم، بعثه النادي الاهلي طبعا برئاسه المعالي وزير عام الفاروق اللي ماشيه بشكل رائع علينا، حيينا قبل كده سواء الفلسل والاستاذ محمود بريده طبعا القائد الاعمال الكبير اللي بيحاول ان هو يبني كل الامور الخاصه بالنادي الاهلي من تنقلات فندق الاقامه. البلد هنا زحمه شويه، بيبقى فيه يمكن الامور صعبه ان انت تتنقل من الفندق للملعب، التامين برضه انت عارف زميلي امين في افريقيا بيبقى صعب شويه، اكيد التامين عندنا بيبقى له شكل ثاني. هنا التامين بيتلخص في عدد بسيط جدا من وزاره الداخليه اللي متواجده هنا، لكن بطمنك الحاله المعنويه الحاله التقنيه اللعيبه عندها تركيز كبير جدا ان شاء الله في مباراه الغد باذن الله اللي باكد لك عليها امين، المباراه الساعه 4 عصرا بتركيز ثاني 6 مساء بتوقيت القاهره، لان يمكن في لغط زي ما قلنا بالظبط ده الفرق ان الفرق ساعه واحده بس بين مصر وبين، لا الفرق ساعتين 4 ان شاء الله بتوقيت غينيا 6 مساء بتوقيت القاهره. طيب الاهتمام الاعلامي عندك في غينيا يا كريم بهذه المباراه شكله عامل ازاي، والحضور الجماهيري المتوقع لمباراه الغد ان شاء الله؟ عايز اقول لك ان اهتمام اعلامي كبير جدا، نظرا لان دي مواجهه تاريخيه سواء للنادي الاهلي او حريه كوناكري، اول مره في التاريخ النادي الاهلي يصل الى غينيا. يمكن كمان كانت كاتبين معلومه من السفاره ان مصر الطيران يمكن ما بتجيش غينيا خالص غير كان على الطائره الخاصه اللي جه بيها النادي الاهلي منذ 9 سنوات او 8 سنوات، كانت اول مره يمكن النادي الاهلي يحصل هنا الى كوناكري او غينيا دي طائره مصر الطيران. عايز اقول لك الحضور الجماهيري يمكن الاستاد بيسعى ل 25,000 متوقع ان يكون متواجد عدد كبير جدا نظرا لاهميه المباراه زي ما انت عارف زميلي امير. كمان الاعلام هنا يمكن في اعلام انت عارف بيتكلم بلغه اللي هو عارف بيعلي فرقته وبيعلي فرقه حريه كوناكري، تصريح كده قال ان لعيبه النادي الاهلي ستلقى في المحيط الاطلنطي نوع من الحيتان، يمكن طبعا ده كان تصريح من احد الصحف هنا طبعا يعني بيبقى نوع من الجانب النفسي، بيحاولوا ان هم يشتغلوا على الجانب النفسي وكده، لكن في صحف ثانيه بتلقب النادي الاهلي بالعملاق الافريقي المتواجد هنا في افريقيا. في تناقض كبير جدا طبعا في الاخبار او في طبعا وصف النادي الاهلي هنا او ازاي ان هم يقدروا يلعبوا على الجانب النفسي للنادي الاهلي، لكن اكيد النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني مروا بهذه الامور والصحافه كل الدول الافريقيه اللي راحوا، لكن هنا في اهتمام اعلامي كبير جدا، وبان النهارده كمان زميلي امير في المؤتمر الصحفي اللي كان متواجد فيه مستشفى الكابتن المدير الفني والكابتن حسام عاشور اللي هو كان متواجد ايضا في المؤتمر الصحفي.
طيب اخيرا يا كريم، عايز اطمن على جاهزيه حسام عاشور ووليد سليمان، جاهزين ان شاء الله بنسبه 100% لهذه المباراه ولا لا؟ باكد لك زميلي الامير، وليد سليمان ادى تدريب رائع امبارح طبعا في التدريب اللي كان الاول على ملعب الكابتن. حسام عاشور جاهز بشكل كبير بدنيا وفنيا، وليد سليمان جاهز بشكل كبير بدنيا وفنيا، ويمكن من القراءه اللي احنا بنشوفها في الملعب يمكن فريق كفايه تناكري عنده ازمه شويه في موضوع الباك ليفت، بيحاول الكابتن مستر كابتن محمد يوسف ان هم يلعبوا على المنطقه دي. سليمان يعني ليه تكليف كبير في المباراه، هتشوف وليد سليمان بينطلق من خلف الخطوط من ناحيه الشمال، في تكليفات كمان رؤوس الحربه، يمكن في فتح بيحاول ان هو ينفذه مستر باتريك، في ثغرات كبيره جدا في فريق نكري، وعندهم مميزات كبيره جدا في خط الهجوم، عندهم رباعي مميز جدا. لكن زي ما بقول لك زميلي عليه، كلنا الثقه بتاعت النادي الاهلي في الجهاز الفني، المباراه ان شاء الله تكون مناسبنا باذن الله، ونعود نقاط المباراه هنا من غير نتيجه ان شاء الله. كريم احمد مراسل القناه النادي الاهلي وزميلنا المرافق لبعثه النادي الاهلي في غينيا، بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات، وطمنا بشكل كبير جدا على البعثه، لكن قلقنا شويه من ناحيه المناخ الامطار يا استاذ هيثم، شايف الاجواء هناك من خلال اللي سمعناه من كريم، شايف المباراه من خلال الاجواء دي ممكن تبقى ماشيه ازاي؟ لا هو بعيدا عن الاجواء، هي المباراه صعبه كده كده يعني، هي الفريق ده فريق بلغه الكوره كده، طبعا معانا من مران الاخير للنادي الاهلي في غينيا قبل مباراه الغد ان شاء الله. اوكي، هو الفريق بلغه الكوره رخم يعني، عنده شويه مراكز قوه كده في الفرقه بتاعته ممكن تسبب لك مشاكل، منهم صانع اللعب بتاعهم ده لعيب كويس قوي، حارس المرمى لعيب كويس قوي، عندهم بس بالظبط كده اللي وقف كاس عالم، عندهم مشكله في الباك الشمال زي ما كريم قال، وهي دي اللي المفروض نلعب عليها. تقريبا جه فيهم 7 أجوان، منهم 4 من نفس المكان ده، فلازم نلعب على الجزء ده. حته الاجواء بقى والمطره والكلام ده، انت عارف بقى غينيا والحاجات دي، فممكن بكره تلاقي شمس يعني ممكن تلاقي الدنيا بكره حر يعني، فلكن اتمنى انها ما تكونش بتمطر بكره قوي يعني، لان اللعيبه بتاعتنا مش واخده على اللعب في المطره، فربنا يسهل. لكن المباراه صعبه بلغه الكوره. البعض يمكن يعني شايف المباراه سهله شويه بحكم القرعه وبحكم الفرق الثانيه المتواجده في الدور الثمانيه بالتحديد، البعض يمكن سهل من مأموريه النادي الاهلي في هذه المباراه، لكن يعني الناس ما تعرفش ان فريق حريه الغيني فريق قوي جدا ولعب مباريات كبيره جدا في المجموعه بتاعته في الدور السابق بالتحديد. لا هي مفيش خلاص، طالما دخلت في دور الثمانيه كده مفيش فرقه سهله خلاص يعني، المراحل دي خلصت خلاص، كل الفرق جاهزه عايزه تعمل، ده فريق عايز يعمل انجاز لنفسه، فاكيد هيقاتل على كل فرصه تجيله. النادي الاهلي بالنسبه له البطوله دي بطوله مفصليه يعني اهميتها تفوق اي بطوله تانية دلوقتي، لان النادي الاهلي كل تركيزه ان هو يرجع للزعامه الافريقيه بتاعته والمحليه يفضل عليها على قمتها يعني. فبالتالي هو موسم صعب جدا على النادي الاهلي، ووجود فريق انت مش شايفه قبل كده كتير، ده مش حاجه تطمنك، بالعكس دي حاجه تضايقك يعني حاجه تضايقك جدا، لان هم مش سهلين يعني، مش فرقه اللي هي هتروح تكسبها هناك وتيجي تكسبها هنا، لا هتعمل لك مشاكل يعني. فرص النادي الاهلي في الفوز بكره شايفها ازاي؟ توقعاتك ليها ايه؟ والله انا مش متوقع حاجه، بس اتمنى ان الاهلي ما يتغلبش ويحرز هدف يعني، بالظبط يعني أهم ما يتغلبش بكره لان بس ما يلعبش على انه يتعادل يعني طبعا لا الاهلي عمره ما بيلعب على التعادل، الاهلي بيلعب على المكسب يعني، يلعب على انه لازم يخلص هناك، لان الفرقه اللي انت شايف فيها بعض اللعيبه بيعرفوا يلعبوا كوره على الارض تقلق منها هنا، لان الملعب هيكون افضل، الاجواء هتكون افضل بالنسبه لهم، لان جمهورك بيشجع تشجيع عادي يعني، مش ما فيهوش ارهاب، ما فيهوش اي حاجه تضايقهم، الملعب كويس جدا، فبالتالي هو هيبقى فرصته كمان هنا ان هو يلعب كوره، فانت تخلص عليه هناك وهو ايه لسه. بس جمهور الاهلي طبعا هيكون اضافه قويه جدا في هذه المباراه يعني، بس هم مش هيفهموك يعني لا بس زائر جمهور النادي الاهلي لوحده يعني، بس أكيد اتمنى بقى أكيد. اتمنى ان الجماهير تاخد بالها من ده اكيد طبعا، لان عدم وجود الجماهير في الماتش ده تحديدا، الفرقه دي ما لعبتش ضد جماهير كتير بره، فلازم انت تعمل عليهم ضغط، تستغل الموضوع ده لان بعد كده بقى الفرق اللي انت هتبدا تلعبها بعد كده واخده على الاجواء دي كلها بقى يعني، سواء بقى تونس، المغرب، الجزائر، كلها زينا، فهيبقى بالنسبه لهم الموضوع كانه بيلعب على ارضه بالظبط، فده لازم تخلص عليه يعني. طيب خلينا نتكلم في التشكيل المتوقع شويه، توقعاتك للتشكيل بكره ايه في ظل جاهزيه عدد كبير من اللاعبين يعني، كل الموجودين في القائمه اللي متواجده هناك في غينيا كلهم ما شاء الله جاهزين وبحاله فنيه وبدنيه كويسه، رؤيتك لتشكيل النادي الاهلي؟ يعني اعتقد ان هو مش هيخرج عن التشكيل اللي اتلعب بيه المباريات اللي فاتت، مع عوده حسام عاشور ومعلول، اعتقد ان معلول لو جاهز هيلعب طبعا، عاشور معرفش بقى مين ممكن يبدا مع عاشور،
عندك ممكن هشام محمد او اكرم توفيق. انت رايك ايه؟ انا بالنسبه لي هشام محمد، لكن هو المدير الفني هيبقى شايف الموضوع عامل ازاي، هو عايز يعمل ايه، ممكن يفاجئنا كلنا ويعمل تغييره اصلا في الحته بتاعه وسط الملعب دي ما كناش احنا متخيلينها مثلا. ممكن هو يفكر يفاجئ الفريق اللي قدامه، لكن لو لعب بالشكل العادي بتاعه اعتقد ان هشام محمد هو اللي هيبدا المباراه. معلول على حسب جاهزيته، هو جاهز ازاي، هيلعب المباراه ولا يبدا بحد غيره. راس الحربة طبعا ما فيهوش جدال، هو أزارو في ظل تألق برضه صلاح محسن بالمناسبة يعني مع المنتخب، حتى المباراة الأخيرة أحرز أهداف، المباريات الأخيرة كمان مع النادي الأهلي أحرز أهداف، لكن أعتقد المهاجم الأساسي هو أزارو إلا لو لعب بمهاجمين مستر كاسيرو. ما هو ده اللي إحنا منتظرينه بقى، يعني هو هيفاجئ الفريق اللي قدامه إزاي، هو ده اللي إحنا مستنيين نشوفه بكرة. لأن برضه واضح إن الفريق التاني مذاكرك كويس واتفرج عليك كتير، والاسم نفسه يخض، يعني هو لاول مره يروح غينيا الاهلي، فالاسم بيخض يعني. هو هينزل يواجه الكلام ده ازاي؟ هو ده اللي احنا هنشوفه. كالديرون هيعمل ايه على ان هو يفاجئ الراجل اللي بيجهله، لان هما الاثنين فرنساويين فهيعرفوا يتصرفوا مع بعض. طيب انت عندك برضو غياب عمرو السوليه اكيد هيكون مؤثر جدا. برضو في بعض الاقتراحات ان احمد فتحي ينضم لنص الملعب، هو لعب في المركز ده كتير وتالق فيه كمان، وعلى ان محمد هاني يكون الباك رايت للنادي الاهلي. ايه رايك في هذا الاقتراح، او شايف ان دي هتكون افضل بالنسبه للنادي الاهلي في مباراه الغد، وخصوصا ان احمد فتحي عنده خبرات عديده جدا في افريقيا بشكل عام يعني؟ انا بالنسبه لي طول عمري بفضل فتحي يلعب وسط ملعب، بس هو للاسف واخد اليمين على طول. لكن هو فتحي في وسط الملعب لا تقيل قوي يعني، لعيب تقيل، لعيب ليه يعني. الافضل انه يبتدي باحمد فتحي وهاني ناحية اليمين، بس على حسب هاني هيقدر ينفذ المطلوب منه ولا لا، على حسب بقى كالدرون شايف ايه، هل هو هيقدر ينفذ كل الواجبات اللي موجوده. لان خلي بالك ان احنا الحته بتاعت هاني واحمد فتحي هي اللي انت هتلعب عليها، او اللي انت هتحاول تستغلها، اللي هي الشمال بتاعتهم بالظبط. فهتلعب عليها ازاي، هتعمل فيها مفاجاه، تعمل فيها حاجه مش متوقعه، ترمي وليد سليمان عليها يعني، ما اعرفش هيعمل ايه. بس هاني انا متهيألي يبدا لو هيعمل الحاجات المطلوبه منه، وفتحي نستفيد منه بنص الملعب طبعا. طبعا حمودي ولا مؤمن زكريا مع ناصر ماهر ووليد سليمان؟ مؤمن اكثر خبره يعني، حمودي رغم الفرص اللي بياخدها لكن تحس برضو ان هو لسه مش لاقي نفسه قوي يعني. لسه عنده مشكله مع مش عارف مع ايه بالظبط، بس هو عنده لسه مش حمودي ده اللي احنا خدنا عليه، مش موفق لسه بشكل كبير، بس ان شاء الله يعني اتمنى له ان هو يكون موفق. هو بقى هي على حسب برضو كالدرون، هو هيجرب في ماتش زي ده ولا هيستحمل؟ لا بس هو مش هيجرب، لان حمودي بقى له اوريدي اربع او خمس ماتشات بيلعب بشكل اساسي مع النادي الاهلي، بس ما عملكش اللي انت عايزه. فهل انت هتستحمل ده، ولا هو بيعمل لك حاجه احنا مش شايفينها؟ بس ممكن يكون بالزبط. احنا شايفين حاجه هو احنا مش شايفين هو بيعمل ايه. فعلى حسب هو عايز منه ايه بالظبط. فحمودي او مؤمن، انا شايف مؤمن. طيب خلينا نعيد التشكيل المتوقع لكل جمهور النادي الاهلي. في الشناوي في حراسه، محمد الشناوي في حراسه المرمى، باك ليفت علي معلول، باك رايت يعني الاقرب هيكون احمد فتحي، اثنين مساكين طبعا كالعاده سعد سمير وكلوبالي، في نص الملعب هيكون حسام عاشور، والاقرب هيكون هشام محمد، امامهم ناصر ماهر، وليد سليمان، وحمودي هو الاقرب عن مؤمن زكريا، والمهاجم الوحيد هيكون وليد ازارو. ده التشكيل المتوقع لمباراه الغد ان شاء الله، ايا كان مين اللي هيلعب. نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي يا استاذ هيثم. ان شاء الله طبعا ان شاء الله. طيب خليني نتكلم عن البطوله بشكل عام، مسيره النادي الاهلي كمان، سواء في بطوله الدوري او بطوله دوري ابطال افريقيا، رؤيتك ليها وتقييمك ليها حتى الان. انا من وجهه نظري ان الموسم ده موسم يعتبر من اهم المواسم في تاريخ النادي الاهلي عموما يعني. ليه؟ لانه شئنا ام ابينا دخل في حته صراع القمه يعني، صراع انا 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 مين، انا كياني ايه بالزبط. والكيان ده هيقدر يستحمل الضغوطات اللي اتعملت عليه خلال الفتره اللي فاتت ولا لا؟ عندنا ثلاث محاور للتحدي ده. اول محور منهم اللي هو الجمهور قام بدوره على اكمل وجه، اللي هو حافظ على كيان النادي ودافع عن كيان النادي لاخر نفس. المحور الثاني هو مجلس الاداره اللي شغال في إعادة الاتزان تاني للكيان الأهلاوي. الحاجة التالتة أو المحور التالت هو اللعيبة والجهاز الفني، لازم يبقوا فاهمين أو هم مقدرين ده، وأعتقد أن دي بتوصل لهم رسائل من الكابتن الخطيب ومن أعضاء مجلس الإدارة كل شوية، أن احنا الموسم ده مختلف. الموسم ده هو دفاعا عن قول موروث النادي مثلا لو عايز تسميها كده، لكن هو شئنا أم أبينا هو موسم مختلف تماما. أنت محطوط في موقف
هل الموروثات اللي اتحطت داخل جدران النادي الاهلي على مدار السنين دي هتنجح ولا اي حاجه تانية هتنجح؟ لا اكيد هتنجح. بس هو ده التحدي اللي دخله النادي الاهلي السنه دي، سواء في بطوله افريقيا او الدوري العام المصري. ولذلك لازم على اللعيبه وهي نازله كل ماتش، واعتقد ان الرسائل دي بتوصل لهم، لازم يفهموا ان الموسم ده مختلف خالص. يعني انت تعدي الموسم ده وبعد كده نتكلم في الباقي. اكيد. فمحدش ينفع يغلط غلطات ملهاش معنى. يعني الاخطاء العاديه اللي ممكن اي حد يخطئها ماشي، لكن خطا ملوش معنى مش هيتقبل من الجماهير خالص خلال الفتره اللي جايه دي. فهي دي صعوبه الموسم ده بالنسبه للنادي الاهلي، ان كل مباراه هي بطوله. اكيد. انت بتلعب على بطوله في كل مباراه. ده اللي اعتاد عليه النادي الاهلي، كل اللاعبين وحتى الجمهور كمان معتاد على كده. الفترات اللي فاتت كنت حتى في البطولات المحليه كنت بتخلص بدري، يعني ممكن بتبتدي الدور الثاني وانت مخلص. بالظبط. فكنت بحاسم الامور لكن فعلا. السنه دي مش هيحصل ده. السنه دي في منافسه كبيره. في منافسه وفي فرق قويه وفي ناس بتعرف تخلص المباريات، وفي اخطاء هتيجي عليك واخطاء ليك، فهيتوقع الموسم هيتقلب ويتكعبل كده. اه طبعا. لا الاخطاء التحكيميه استنى اخطاء كتير جدا. ده عليك وليك. مش هنخلص الموضوع. بس الفكره ان هو الموسم هيتقلب كتير. فلازم انت تكون جاهز. أكيد. وعندك القدره على الالتزام بالقواعد اللي محطوطه لك، ان انت عندك تارجت مش هتغيره. أكيد. البطوله افريقيا واحد، الدوري اتنين، اي حاجه تاني تلاته. ما فيهاش اي حاجه، يعني ما فيهاش اي تفكير ان احنا او النادي الاهلي يخسر بطوله السنه دي تحديدا. بالظبط. لا لا ان شاء الله النادي الاهلي اكيد هيفوز بالعديد من البطولات بالتحديد هذا الموسم. لكن خليني بسرعه اروح اخد ردود افعال جمهور النادي الاهلي على صفحات قناه النادي الاهلي المختلفه، سواء على فيسبوك او تويتر او انستجرام. نبتدي باحمد لطفي اللي قال ان شاء الله الاهلي هيعمل مباراه كويسه رغم صعوبتها وهنكسب 1-0. ده احنا كنا بنسال اكيد الجمهور عن توقعاتهم لهذه المباراه. احمد لطفي قال 1-0. علي ابو بكر قال ان شاء الله الاهلي هيفوز، اللي هيجيب الاهداف وليد ازار وصلاح محسن ووليد سليمان، يعني ثلاثة. طب يا رب يا مسهل. اسلام قال ان شاء الله الاهلي هيكسب 4-1، وليد سليمان هيسجل هاتريك وازاره هدف، ومؤمن زكريا هتألق نتمنى اكيد. عمر عزت قال ان شاء الله الاهلي هيعمل مباراه كويسه رغم صعوبتها ويفوز 2-0، وليد ازار وكلوبالي. احمد عوض قال فوز الاهلي ان شاء الله 2-0 لازار وصلاح محسن. محمد ابو زيد قال اتوقع المباراه 2-2، ازار هيبقى نجم الماتش. محمد رأفت قال اتوقع مباراه 0 ان شاء الله للاهلي. محمد ابراهيم قال فوز الاهلي 2-0 الكبار. السيد خليل قال ان شاء الله الاهلي هيفوز 2-0 ازار وكلوبالي. محمد عثمان قال مباراه صعبه مش زي ما في ناس كتير شايفين، وده اللي احنا اتكلمنا فيه، وقال اتوقع تعادل الفرقتين 1-1، لو كان الاهلي كويس ممكن يكسب المباراه دي 1-0. نروح لتويتر نشوف ردود افعال الجماهير وتوقعاتهم لمباراه الغد ان شاء الله. كابتن مي قالت ممكن تنتهي بالتعادل، اكيد ان الحسم هيبقى في ماتش العوده. سحر حسين قالت الاهلي هيكسب 2-0 ان شاء الله. اهلاويه وافتخر قالت ان شاء الله الاهلي هيفوز 2-0. اسراء شريف قالت فوز النادي الاهلي ان شاء الله. شادي محمد قال فوز النادي الاهلي 2-0 ازار وليد سليمان. بهجت نصار قال ان شاء الله الاهلي هيكسب 1-0. حماده محمد قال ان شاء الله الاهلي هيكسب 2-0 صلاح محسن وازار. محمد نصر قال فوز الاهلي 2-0 ان شاء الله. نورهان قالت 1-0 الاهلي ان شاء الله. مصطفى قال ان شاء الله 4-0 للاهلي. نروح على الانستجرام سريعا ونشوف. فاطمه اسماعيل قالت فوز 3-0 الاهلي ان شاء الله. ابو ايهاب قال فوز الاهلي 1-0 ان شاء الله. احمد اسماعيل قال فوز الاهلي ان شاء الله 2-0 للتوربيد ازارو وصلاح محسن. تفاؤل كبير جدا عند جمهور النادي الاهلي. حلو التفاؤل ده. يعني توقعات والناس يمكن متفائله ان شاء الله النادي الاهلي يقدر يحقق نتيجه ايجابيه، يعني حتى لو مش الفوز يبقى التعادل، نتمنى يكون تعادل ايجابي يعني. يعني هو التعادل السلبي ده يعني انا بعتبره من اسوء النتائج اللي ممكن نعملها. يقلق خصوصا لو هم لا قدر الله خطفوا هدف في مباراه العوده. انت ما تضمنش يعني ما تضمنش خطا حاجه تحصل ولا بتاع. فالتعادل السلبي ده يا ريت ما يحصلش يعني. نتعادل ايجابيا نكسب، لكن ما نتعادلش سلبيا يعني ان شاء الله. اخيرا اتكلمنا خلاص عن المباراه ورؤيتك ليها وتوقعاتك لهذه المباراه، لكن عايز اتكلم في جزئيه مهمه جدا وهي خاصه بلائحه النظام الاساسي. النهارده خلاص هيتم اعتماد اللائحه في اجتماع مجلس اداره النادي الاهلي ان شاء الله مساء. رؤيتك للامور مشيت ازاي خلال الفتره السابقه وتفاعل الجمهور كمان مع مشروع لائحه النظام الاساسي، وفكره مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب ان يكون في تواصل مع الاعضاء ومع الجمهور كمان في ابداء رايهم، سواء ببعض البنود اللي ممكن يكونوا شايفينها في صالح النادي الاهلي او تغيير البعض الاخر.
هو الموضوع النقاش نفسه في حد ذاته شيء حيوي ومفيد جدا، انك انت تعلن للناس انت بتفكر في ايه، الناس تبدا تناقشك فيه، ممكن تلاقي افكار مختلفه، افكار احسن من اللي انت بتفكر فيها او اضافات على اللي انت بتفكر فيه. ففكره ان انت تطرح الامر للنقاش الاول ده شيء جيد جدا ومحمود يعني. اتمنى ان احنا المفروض التصويت الجمعه الجايه ولا بكره يوم 28 يعني لسه فاتمنى الناس يعني يتم توزيع الحاجه كلها على جميع اعضاء النادي الاهلي عشان كلهم يبداوا يتناقشوا فيها مع بعض ويشوفوا الافضل للنادي ايه، وربنا يكتب للنادي الخير يعني، لان هو الموضوع مش بهذه الحالة اللي الناس كلها يعني عملت عليها دوشة كتيرة جدا. هو الناس بتفكر ان كيان النادي الاهلي ده لازم يحط لنفسه دستور يتناسب معاه، فمن حقه ان هو بالظبط هو من حقه ان هو يحط ده لنفسه ولاعضائه، فده امر محمود يعني كويس. والاداره كمان بتعمل انها بتتناقش مع الناس بالزبط. بتتناقش مع الاعضاء، بتتناقش مع الناس الكبار اللي في النادي، مع الناس اللي ليهم حيثيه يعني سواء اعلاميا او فنيا او رياضيا. فده شيء كله كويس. اعتقد ان هو المفروض ان الانديه الثانيه تبدا تحاول تشوف احنا ممكن نستفيد ازاي من التجربه دي عشان نعملها، مش المفروض ان احنا نهاجم بعض بالزبط. على حاجه كويسه يعني المفروض نهاجم بعض. لما هي فكره رائعه بصراحه من قبل مجلس اداره النادي الاهلي، يعني شيء مميز جدا ان انت تفكر، بس مش انت تعمل لائحه والناس توافق عليها او ترفضها وخلاص واللائحه اللي تكون مناسبه ليك، لا هو عرض اللائحه على كل الجمهور وكل اعضاء النادي الاهلي عشان يبدوا برايهم، والاجمل كمان تفاعل جمهور النادي الاهلي وتفاعل الاعضاء في هذه الجزئيه. بص هي السنه دي فارقه جدا في جماهير النادي الاهلي، جماهير النادي الاهلي السنه دي فعلا درع وسيف يعني. هي واقفه خلف النادي الاهلي بشكل غير مسبوق. يمكن حصل قبل كده ان جماهير الاهلي كانت بتقف قدام مع النادي الاهلي دايما يعني، لكن السنه دي كانت فاصله في حياه جماهير النادي الاهلي. الجمهور انقذ الاهلي من حاجات كتير ولا زال بيحاول ينقذه من حاجات تانية جايه كتير، فبالتالي اللي مطلوب من الجماهير دي المسانده الى اخر المطاف بتاع الموسم ده، اللي هو زي ما انا قلت لك هو موسم فاصل في تاريخ النادي الاهلي، مهم جدا أكيد. واتمنى يا رب ان هم ينهوها على خير يعني ان شاء الله. اخيرا توقعاتك لمباراه الغد النتيجه كام؟ ان شاء الله 1-0 الاهلي ان شاء الله باذن الله. بشكرك شكرا جزيلا استاذ هيثم نبيل مدير موقع يلا كوره، كان مشرفنا النهارده في الاستوديو واتكلمنا في العديد من الامور في او اللي بتخص بتحديد النادي الاهلي خلال الفتره دي، وبالتحديد كمان مباراه الغد امام فريق حريه قناكري الغيني، واللي نتمنى فيها كل التوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله ان هو يحقق نتيجه ايجابيه علشان يسهل المأمورية شويه في مباراه العوده دي. طبعا كانت حلقتنا النهارده من برنامج كلام في الميديا، استنوني ان شاء الله يوم الخميس القادم، لكن ان شاء الله يوم السبت هيكون معاكم زميلتي العزيزه شيماء صابر وحلقه جديده من كلام في الميديا. الى اللقاء.